الحقيقة السؤال موجه حق الخيرية الملكية. يعني الخيرية الملكية تعد مغفرة حق البحرين وأهل البحرين، وهي تحتسب بعد يعني مكسب حق جلالة الملك على الصعيد العالمي. سؤالي الله يسلمك، لماذا لا يتم تطوير العمل الخيري بإنشاء هيئة للزكاة تدعم العمل الخيري في البحر ويكون مردودة بالدرجة الأولى حق إنشاء هيئة زكاة تكون تحت مظلة الهيئة الملكية؟ شكرا. والله السؤال الجميل. عندما زارنا الشيخ الأزهر زار جلالة الملك وتزامن مع زيارة أيتام المؤسسة لجلالة القصر، تتذكر بفيصل جلالة الملك شاف الأطفال شوية تنس، يعني خايفين قاعدين بعيد، قال لهم ايش فيكم؟ ليش قاعدين بعيد؟ جربوا، ما قالوا جربوا ولا هجموا، قعدوا على سورية واحد على حطنا واحد في جنبه، أبد حتى عقب الزيارة ما قاموا يعني. المهم شيخ نزل انبهر من هالشيء، كيف محبة الأيتام لجلالة الملك؟ كتبت عن المقال عقب. المهم عقب ما رجع طلب الملك إنه يسوي بيت الزكاة والصدقات في مصر على نفس موديل البحرين، وكان لي شرف إن أكون عضو مؤسس، وأخذت مع الفريق من البحرين حوالي شهرين كنا نشتغل هناك، خلينا النظام الأساسي، خلينا توزيع الموارد، خلينا نظام لتنمية الموارد، أساليب التعاون مع الشركات مع البنوك مع الوزارات. وشيء جيد أن كل أعضاءهم وزراء أو رئيس وزراء سابق مثل أستاذ إبراهيم محلب، والبيت الزكاة في مصر أوزع لكم عن منسومنا عن دورنا هناك، فشرحت عن التأسيس وسنوية في ندخل مبلغ. السؤال الآن، هل البحرين نقدر نسوي نفس الشيء؟ لا تسأل مسؤولين عن الزكاة لأن هالمو أوقاف مو صوبنا، إذا يطلبون مني أنا حاضر أخدمهم من عيني، لأن إحنا اشتغلنا في مصر ونجحنا أكيد إننا ننجح. بس هاي السؤال مو موجه لي، بس بغيت أقول لك إن البحرين سباقة في الخير، ومصر اللي علمونا بكرم الشيخ الأزهر أعطانا الفرصة أن نخدم يعني الشعب الشقيق معك ويستخروا من البحرين. نبي فين ونستفيد. الله يبارك فيك. بس سمحت السؤال وليس للمداخلة. دكتور مصطفى، دكتور حسن، اشكركم، اشكر المقدم استاذ الفاضل واصحاب المجلس والحضور الكريم. ترى احنا اهل البحرين، احنا اهل البحرين، اهل النخوه، اهل الفزعه. تقول لي نص دقيقه ولا ربع دقيقه؟ خلينا نتكلم بصراحه بوضوح ونستفيد من بعض. المنظر الله يبارك فيك، انا اقول لك كل الاحترام، لكن هذا مجال اسئله وليس ما بسال. انا بسال تصرفني لا، لكن اعذرني اذا وقفتك خلال كلمه. القاعده هي الشعبيه اللي احنا نتعامل بها، والاسلاميين الاقربون اولى بالمعروف. احنا اليوم في هذه الضائقه او بعد الضائقه اللي صارت الكورونا والمشاكل والظروف الاقتصادية والتبدل والظروف اللي يعاني منها المواطن، أنا أعتقد هو أحق
من اي او خلي تكون تستمر الحقائق الخارجيه، لكن اليس من الاولى سؤال ان ندعم وننقد المتقاعدين واللي عندهم ظروفهم الخاصه واللي تشكلوا ويبون يسكنون في مقابر، كل هذه معاناه، هذا لن يحتاجون دعم ولا لا؟ يحتاجون نظره مباشره منكم ام لا؟ يا اخواني ترى احنا هذه المعاناه، انت الاقربون او لا من المفروض شعب البحرين ابدا خلي المساعدات تستمر. ويمكن السؤال الاخر، النقطه الاولى، السؤال الاخر، وانت تقول لي اسئله يا اخوي، انتوا الان عندكم كشوف مستمره تصرفون لهم مساعدات في البحرين على مستوى البحرين، انتوا شخصيا مسؤولين في جمعياتكم، هل انتوا شخصيا كما تستعملون في الزيارات الخارجيه في باكستان وغيره وسوريا وهذه المجرى تقومون زيارات ميدانيه في البحرين بالاسر المتعففه انتم مباشره تمشون؟ لان انا ما اعتقد سنين نفس القوائم نفس التفاعل ما تغيرت ليه؟ طيب سؤال لمن يكون مدرب؟ سؤال مدرب انا اعتبرها سؤال طيب انتوا الان في جمعيات تطوعيه، انتوا كمسؤولين في الجمعيات تصرف لكم مرتبات ولا عملكم تطوعي؟ تطوعي مشكور بالمنظر بسم الله الرحمن الرحيم. يا حبيبي صراحه مجهودكم اللي خاطبنا شيء لا يعني شغل، انا مثل يعني كان الدكتور قال نص كلامي، يعني انا ولد عمي على الغريب كنت اقول يعني ترى احنا بالعراق يعني بعد جماعه ترى وايد ناس فقراء محتاجين يعني كثر الله خيركم على اللي تسوونه هذا شيء شرف، وهذه يعني محسوبه حق الملك والقياده يعني كلها محسوبه لهم لميزان حسناتكم وجمعياتكم ما شاء الله دكتور وفيصل دكتور مو مقصرين بيض الله وجهكم على المجالات اللي تسوونها، بس انا اقول بعد ان ترى في البحرين ترى عندنا وايد معاصي للاسف، انا دائما اقول انتبهوا حق الفقراء والمساكين اللي موجودين في الديره. يعني خل اول لك مادي بحاجة ان عقلك ما تطلعها برا. لكن انا اشوف الشعب اللي يعاني بالبلد في البحرين يعني شيء لا يعني لا يوصف، فلا بد ان الجمعيه تنتبه حق الجماعه شكرا جزيلا. طيب السؤالين في نفس الموضوع، ترتيب الاهتمام بالداخل بجانب الاهتمام بالخارج. أشكركم على الأسئلة. مساعدة الناس طبعاً في البحرين مساعدات كبيرة، والخدمات رغم محدودية الموارد أفضل من أمريكا، وأي واحد يريد حداني أنا حاضر. في أمريكا إذا واحد مريض وما عنده فلوس أو تأمين على باب المستشفى ينزل دم لين يموت. البحرين في امريكا اذا واحد ما عنده بيت يسمونه هومليس محظوظ اذا ينام في محطه القطار. اثناء الكورونا طلع قرار يطهرون محطات القطارات، ارفضوا يطلعون، جاء تعهد من كومو جفرنر نيويورك ان بامكانهم بعد التطهير يرجعون. الحمد لله البحرين بخير سواء في السكان او في الصحه الخدمه الاجتماعيه، اضافه الى مكرمه ملكيه المؤسسه التطوعيه، ولا يوجد في اي دوله مؤسسه ملكيه مثل البحرين.
ساعدنا في مصر الحمد لله، الفلبين طلبوا منا نعطيهم نموذجنا، ونأمل بعد ما ننجح نحمم هاي على أمم المتحدة إن في جميع الدول يطلبون من الشركات ومن الناس يكونون مؤسسة رئاسية أو ملكية اللي تساهم في سد الثغرات. عشان 11,000 بالنسبة للموارد البحرية رأيكم بالكامل. والله يعني أنا عشت يتيم وأعرف معنى الجوف، الماي الرطب الخبز اللي رشة في ماي يطلع عليه شيء كأنه كبيار في فترة طفولتي. أما اللي تحت رعاية الملك من تعليم من صحة من أكل من بسوط العين من لا تتخيلون. ما أقدر أقول المبلغ الإجمالي اللي حصلنا بعض ممكن أكثر من موظف في ألباب. فجاءت الملك منقصر ولا خايفين للمستقبل. أعطيكم الأمل، عندنا هرم النجاح اللي وصلت عليكم. أملنا الآن بعد ما نركز على المعيشة الصحة والراتب الشهري نواصل بتدريب عيالنا مثل ما شافوه مثلا دكتور حسن. أولا 700 من الآلاف اللي ندربهم 5,000 700 حاصلين فوق 90 في الدولة من هالضائعين عادة. أملنا الآن صار رواد أعمال، أملنا الآن إن نصير مصانع. قاعدين نفكر خطوات النهائية من مصنع التمور، مصنع لمواد أخرى ما بقول عملنا دراسة جدوى. وأملنا هالأيتام يشتغلون فيه ويكونوا مساهمين يصيروا مليونيرية بدون ما يدفعون فلس جهودهم. أحلام جاءت الملك لما أسس المؤسسة قبل 20 سنة كانت كبيرة رؤيته إنه يحصل فيها. فأطمئنوا إن الوحدة للخير. وديني يقول من أحياه كان أحيا الناس جميعا، ما قال أهل البحرين. إحنا نخدم الإنسانية. وجارات الملك غير المؤسسة الخيرية إلى إنسانية، لأن ديننا يكون نخدم الإنسان. وفي آيات كثيرة أنتم أدرى مني من أهمية الشيء. وأشكركم على السؤالين، لأن حتى ولدي سألته كان يشكك في القيادة وهو طمنته وابتسم.